السلام عليكم ورحمة الله. غدا انطلاق امتحانات الدور الثاني للصفوف الغير المنتهية والصف السادس الابتدائي، الأول الابتدائي والثاني الابتدائي والثالث الابتدائي والرابع الابتدائي والخامس الابتدائي والسادس الابتدائي، أو الأول متوسط والثاني متوسط والرابع إعدادي والخامس الإعدادي. وهنا عندنا مثل ما قلنا الصف السادس الابتدائي الخارجي ومحو الأمية. للتذكير أن على مود هذا الجدول غدا الأربعاء 15/9 أول يوم اللغة العربية، بعدين الخميس 16 اللغة الإنجليزية، والسبت 18 رياضيات، والأحد علوم. هذه جدول من؟ جدول السادس الخارجي الابتدائي الخارجي ومحو الأمية، لكن طلاب المدارس السادس يعني الابتدائي الصباحي والمسائي راح ياخذون الجدول من المدرسة، طبعا هسه ماخذيه. حتى الصفوف هنا الصفوف التالية اللي هسه قلناها الجدول مالتهم من اعتيادي ماخذيه من المدرسة، وإن شاء الله تجاوبون بالامتحان وإن شاء الله النجاح والموفقية.